انت شريف حبيبي. بعد بعد عن التدريب ما بيغلش التدريب. شخصيه جميله وكريمه. انا بتمنى بس الكابتن محمود الخطيب الشيف. لا انا لسه كنت طبعا يعني ان شاء الله يوم الاثنين القادم بس عشان اطمن جمهورنا ان شاء الله كابتن محمود الخطيب موجود تجد دلوقتي حاليا في المانيا. يوم الاثنين القادم ان شاء الله هتكون العمليه الخاصه بعمليه دار. وطبعا البروفيسور ماير طمنا على هذه الجزئيه ان هي محتاجه يعني عمليه بالمنظار راحه لمده 6 أسابيع ثم يعود طبعا كابتن محمود الخطيب بشكل طبيعي العمل. ولو حضرتك عايز طبعا لا لا اتمنى له وندعي له كل جماهير مصر وجماهير النادي الاهلي وكله بيدعي للكابتن محمود الخطيب. شخصيه يعني فعلا الناس فعلا حست حتى لما مسك رئيس النادي الاهلي في الفتره الصغيره دي اللي فاتت مجهود كبير طبعا في مجهود جامد جدا عليه في عز ما هو في الم. فدي بتدي انطباع ان هو طبعا فعلا يا ابن النادي الاهلي وتربي في النادي الاهلي وحتى صحيح. وهو رئيس النادي الاهلي زي ما كان بيلعب هو كان لعيب شريف لو انا بتمنى له طبعا الشفاء العاجل بسرعه وان تبقى حاجه بسيطه جدا حكايه المنظار دي طبعاً. غير ان انا كمان انا بعاني من نفس الحكايه دي وعارف قد ايه هو بيتالم من المنطقه دي والمها شكله المها فظيع جدا. فربنا يتمم على خير ويرجع لاولاده واحفاده وبيته وبيتنا الكبير نادي الاهلي ان شاء الله سالم غانم باذن الله ان شاء الله متعافي باذن الله ان شاء الله اكيد. واحنا بنتكلم على عوده كابتن محمود ان شاء الله سالم اكيد مجهود كبير بيقوم بيه كابتن محمود والمجلس الاداره بالكامل والمدير التنفيذي وكل اللي عاملين بالنادي الاهلي هي عائله واحده متواجدين كلنا في خدمه هذا الكيان الكبير.